الله يعطيكم العافية إخوانا، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. إخوانا هسه بدي أعمل لكم فيديو، طبعا جبنا عنز جبنا دجاج، راح تكون إن شاء الله راح أشرح لكم عنهم بالتفصيل الممل، أوكي، عن الدجاج وعن العنز وليش هاي وليش هاي وكيف بدك تعمل هيك وكيف بدكم تعمل هيك وشو بدنا نعمل شو بدنا نقيم شو بدنا نحط. يعني هذا بس بدنا ايش منكم يا اخوان، انتو تشجعونا. والله العظيم انا بحاول اني ما اقصرش معاكم، بس انتو بالرغم هيك بتقصروا معي. طبعا في عندي كم مقطع انحذفن، حصيد مع الكل بالغلط يعني. والله العظيم واحد بتعب يا اخوان، مفروض انه واحد بس يجي يصور يعملهن نسختين ثلاث، تخيلوا لوين، عشان واحد ما ينساش. يا اخوان بالله عليكم ادعموا لي تاج الملوك للطيور ل 5000 والصيد مع الكل لل 2000، هذا طلب اخوي مني لكم، وانتم محازم قد الكل ينشر يا اخوان. يعني عندك واتساب، عندك يوتيوب، وعندك فيس، كل شيء يا اخوان بالله عليكم لا تقصروا معي حبايبي القلب. I love you. طبعا هاي يا اخوان عنز عند توأم، هاي واحد، وين الثاني؟ هاي الثاني. بحبش افتح عليه من اخر سير تهاوش. هاي شايفين اخوان كيف الله، شايفين كيف بالصلاة على النبي. وطبعا جبنا كمان يا اخوان دجاج، هاي الدجاج شايفينه، هاي الديك ابو الشلن تبعي، هاي الديك ابو الشلن يا اخوان، هاي شايفينه. والله هذا يا اخوان بالزمانات كانت هذا الصوص بنباع بشلن لحد الان. كان ايش البياع، نعطيه حفاية بلاستيك وبعطينا صوص، كنا نروح ايش نسرق من الدور حفايات البلاستيك تبعون الحمام، نعطيهن تبع الدجاج بعطينا الصوص، بس نروح ناكل كتلة من مين؟ أبونا. كانت الحفاية حقها الدينار ومنبدلها بصوص بشلل، تخيلوا كيف؟ كنا واحنا صغار. طبعاً هاي الدجاج وهي الديوك، طبعاً يا إخوان بدي أعمل لكم إياها شرح مفصل، هذا الفيديو هيك على الماشي عشان أفرجيكم كيف عملنا. وطبعاً هاي العنز يا إخوان إلها شرح مفصل كبير 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 كبير، وليش هذا احنا عاملينه، طلعوا وليش احنا هذا عاملينه هيك، هذا المجسم، هذا كله راح احكي لكم اياه بالايام الجاي ان شاء الله. ليش عملنا هذا المجسم، شو السبب وشو الفائدة منه هذا المجسم، وما بعرف ان شاء الله راح يكون لقدام احنا شغلنا كثير كثير على تاج الملوك يا اخوان، راح تكون ان شاء الله عصافير ودجاج وعنز، راح افرجيكم كيف اللي بنحلب فيها. يعني راح تكون حلقات كبيره كبيره كبيره، بس بدنا دعمكم دعمكم يا اخوان. هاي شايفين ديوك وهي الدجاج، مسكرين احنا عليه الابواب لانه هسه كانين طالعات، كنا اجا الشيخ هيثم دخلهن. كان شو هر تعي تعي تعي، شايفين كيف اخوان، راح افرجيكم اياهن هن طلعات، واكيد راح نشرح لكم اياهن. الدجاج طبعا نعيم طقاج عنده خبره بالدجاج، بدي اخذ منه خبره شوي، لو حضرت له فيديوهات كيف الخبره الدجاج كيف بطعميهن وكيف بيعمل. طبعا راح استعين بنعيم طقاج، لانه نعيم تعرف يا اخوان ان شاء الله راح تكون قناته حلوه، وان شاء الله يا اخوان. وبالمناسبه ادعمونا يا شاب مسكين، والله العظيم بكل صراحه والله العظيم الشاب بحزني ومسكين كثير كثير يا اخوان، يعني قلبه طيب. لما يجي يحضر لي فيديو ببعث لي مليون مسج، بيعطيني الفيديو بالتفصيل الممل، يعني هذا بثبت لك انه انسان بسيط، ما عنده خبث زي باقي الناس، ما عنده خباثه، يعني قدم له بعطيك، عرفتوا كيف يا اخوان، قسما بالله قدم له واحد بعطيك. فانا هذا اللي عجبني فيه انه الشاب مسكين وعلى نيته الشاب، يعني
ورايح انا انزلكم رابط يوم اله هيك يا اخوان، والله دعموا بلكي فرحناه شوي هيك، يعني مش غلط، الشاب بيستاهل كل خير فيه ان شاء الله. وعنا طبعا بدنا نساعده باي شيء، يعني لو نوصله 50 100، يعني اللي خليه يصير يشجع. الزلمه بسيط يا اخوان، الشاب بسيط بسيط وعلى البركه غير ما تتصوروا، قسما بالله على البركه على البركه على البركه. الشاب انا حبيته صراحه وبحب كذا، بالرغم انه بضل يبعث لي كل يوم مسجات على الواتساب بتطمن علي كثير، وينك انت؟ وهذيك مره ببعث لي وينك، انا زهقان رد علي، حرام يعني ظروف الناس ما بنعرف. طبعا بدنا همتكم، همتكم على تاج الملوك الخمس طيور، قال على 5 طيور على 5000 اخوان مشترك. وانا بعرف قسما بالله العظيم انتوا قدها، وبعرف كل اشي، وبعرف انكم قدها وانكم محازم، بنشد فيكم الظهر وصيد مع الكل بدنا نوصلها ل2000 اخوان. خلص صيد مع الكل بدي افعلها، وراح تكون صيد مع الكل شغل حمام فقط فقط، يعني تاج الملوك راح تكون عندنا دجاج، ارانب، زقات، مثلا زق اصور برا، زق خرفان، دجاج، كل اشي، عصافير، كل اشي كل اشي اخوان، ها راح تكون. بس يعني لا تموتوا لي اياها تاج الملوك يا اخوان، اهم شيء انا عندي تاج الملوك، لا تموتوا لنا اياها.